شوي شدوا عندكم شيء شغل السيوف ديالهم بكل شيء ديالهم بداو كيرسلوا لنا في الطوموبيل و 8 ديال السياره قبل ما يهلسوا السياره سمعنا بانهم بقاو كيمسحوا كيلوحوا شي صباغه على الحيط و... شنو نقول لك انا ديك الساعه ناس ما نقدرش نقول لك شي حاجه ولكن الطوموبيلات كل شيء تقدقهم هازين السيوف هازين كل شيء هازين شحال ديال الاشخاص تقريبا شي 12 واحد 12 واحد كانوا بماطر على رجليهم لا على رجليهم على رجليهم وهو شحال من سيارات تقريبا اللي هرسوا؟ 8 8 ديال السيارات هادشي هادشي أول مرة وقع عندكم ولا ديما؟ لا ديما ديما كاين هادشي ديما؟ ديما انتوما شنو كساكين انت السيارة ديالك تهرسات؟ فين هي السيارة ديالك؟ هادي شنو الطلب ديالكم انتوما المسؤولين الناس ديال الأمن شنو كطالبوا انتوما؟ كنطالبوا هادشي اخويا باش يديروا يديروا خدمتكم هادشي اللي نقول كتعيشوا الرعب الرعب والله إلا الخوف الإنسان ملي بدا كي السيوف قدام وكل شيء راه كيخلع العيالات مساكن كنتو مشرف كيتخلع والله الا كيتخلعوا بيا هادشي بزاف والله الا بزاف الحمد لله شكرا يا ولي الهم شكرا علاش المواطن ما كيتعاونش؟ ما كاين الخوف يعني شافوا ما قدروش حتى حيت معروفين معروفين هذا هو المشكل ولاد هنا؟ لا ربما يقدروا لا ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي واش شي دروبه عندهم شي عداوه مع الناس اللي هنا هادشي على الكورة الكورة الكورة